Sakinme yarım, bana gel, bana gel. İhtiyacın var, sana gel, sana gel. Bir vakit gelirdin, yine gel, yine gel. Sakinme yarım, bana gel, bana عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيبات بنات أم جاد من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بريوات ديال الكوفيت وشعرية الصينية اللي تجيو رائعين أكثر من رائعين مثل وأحسن من اللي كيباعوا في يعني في الريستورات وفي الشوارع ديالنا المغربية. هنا غادي نعطيكم الطريقة الأصلية ديالهم اللي تجيو بنان واللي تعطيهم مذاق رائع. وهنا ما تنساوش انني ما بقيتش كنزل فيديوهات لحقاش بديت كنوزن البليزه ديالي الى ان كما كنقول حان وقت العقد العكسي اني قررت نمشي نولد. ونتمنى نشوفكم الف صحه وسلامه. هنا كما كتشوفوا عندي ما عدا نص كيلو ديال القمرون، عندي 500 غرام ديال القمرون كما كتشوفوا نقيتو. عندي هنا ما يعادل جوج طرونش ديال الشعريه الصينيه. انا كما كنقول دائما كنستعمل ديال الارز. عندي معلقه كبيره ديال البصل مجفف، عندي معلقه كبيره ديال الثوم مجفف، عندي ملح ابزار، عندي صوص صويا يعني صوص صوجا، عندي كما كتشوفوا الحار كيبقى اختياري، وعندي هذا هو اللي بغيت نوريه لكم ونتقاسمه معكم. هذا البقايا يعني القشور ديال القمرون كندير فيهم الماء وغادي نخليهم يغلاو. من بعد داك الماء ديالهم غادي نصفي القشور غنلوحهم تيولى اللون لهنا احمر يعني بحال غنصايب لو بيسك. وهذاك البويون ديالو هذاك الماء ديالو هو اللي غنعاود نرقد فيه هذه باش تشد ليا الرائحه ديال القمرون في الشعريه الصينيه ديالي. كتشوفوا مباشره الماء كيتبدل ليا كيولى اورانج ديال الكوفيت. غادي نزولو دابا ونخشي فيه شعرية صينية ديالي كيما كتشوفو لا ليموني. كندير هاد العملية شعرية صينية هي لتحت. غادي نكب عليها مباشرة الماء اللي قلتلكم شتو كيفاش كيولي أورانج يعني كيولى سبحان الله حتى الراس ديالو تتحيد منو دوك الفوائد ديالو كيما كتشوفو. وهاد الطريقة راه مغاديش يعطيها ليكم أي واحد، صدقوني راه تجي رائعة. شوفو الما كيتبدل والشعرية تتاخد واحد الرائحة واحد الفواكه عفوا الفوائد ديال القمرون يعني كما كنقولوا. وكاين لو بيسك غادي نوري لكم من بعد اللي كيعطي واحد النتيجه رائعه سواء النساء سواء الرجال. شفتوا كيولى ابيض يعني ما بقى صالح دابا لتا حاجه. هنا كي كتشوفوا خديت كاسرول غنوضعها فيها باش نصوب فيها القمرون ديالي، الثوم المجففات البصل المجففة، عندك البزار ثوما عفوا الملحه، الملح نحاولو ما نقويوهاش لحقاش غادي نديرو شويه الصوجا من الصوجا، وغادي ندير شويه الحار اللي ما تيبغيش الحار يستغنى عليه. غنصوت هاد الشوكولا فوق البطا ونتلاقى. هنا كي كتشوفوا معايا بعد ما صفيت الشعريه من داك الماء ديال القمرون، هنا صوت القمرون بالعطري اللي وريتكم، هنا مباشره غادي نخلط الخليط ديالي غادي نخلطو ونبدا نعمر فيه في الورقه ديالي. الورقه غادي نوريها لكم كيفاش نعمر لان كل وحده كيفاش انا ما اظن كتعرف كيفاش تعمر البريوه ديالها ديال الكوفيت. وهنا كي كتشوف حبيباتي كملت البريوات ديالي مباشره. دابا غادي ندوز نقليهم. انا درتهم شويه كبار، انا تعمدت انا نديرهم كبار ان انا مشهياهم بحال هكا وبهذه الطريقه صدقوني كيجيو رائعين. غادي نقليهم ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا معايا حبيباتي وهادو هما البريوات ديالي اللي جاو مقرمشين وجاو على هذا الشكل هذا اللي جاو رائعين ومذاق رائع. تنتمنى تعجبكم الوصفه وتنال ارضاكم وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم. وما تنساوش عملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. هذا كان طلب لواحد الاخت وما نسيتهاش ونزلتو ليها. تنتمنى دعواتكم ليا بولاده تكون سهله
ونرجع لكم بالصحة والسلامة يا ربي آمين. شكرا لكم جزيلا لجميع المتتبعين والمتتبعات ديال القناة، والسلام عليكم، دمتم في رعايتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا هادو هما البريوات ديالنا، جاو رائعين واحسن من اللي كيتباعوا في الزنقة، وكتاكلوا شي حاجة زوينة. هادو غير كليت منها وبغيت نصورها لكم، جاو رائعين، جربوهم ما غاديش ندموا ان شاء الله. ساكن